بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى. في كل حلقة أهمس في أذني من أحب من حجاج بيت الله الحرام وأقول لهم اغتنموا حجتكم، احرص على فعل كذا، على ترك كذا. وهذا حديث المحب لأخيه المسلم، والمؤمنون كما قال علي بن أبي طالب نصحه، والمنافقون غشش، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأني أحب لك الخير أيها الحاج وللمسلمين جميعا، أقول لك وأنت قد أتيت على هذا النسك العظيم ودنا وقت الفراق والعودة وترك هذا المكان، وقد وجد فيه الإنسان ما وجد من زيادة الإيمان وتجليات ونزول الرحمات بإذن الله تبارك وتعالى، وحان وقت الفراق والختام. نقول احرص على حسن الختام، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الأعمال بالخواتيم. قد يبدأ الإنسان بداية مشرقة ويكون موفقة مسددة، ثم لا يحسن الختام، وهذا من الحرمان. فنقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا غيبة ولا نميمة ولا لهو ولا لعب، ما دمت متلبسا بلباس الإحرام وما دمت في بيت الله الحرام، لأنك تقول أنا أريد أن أتدرب على هذا وأن أعيش مع الله عز وجل. تجمع قلبك كله، ولا سيما وقد دنا وقت مفارقة البيت وطفت طواف الوداع وقفت أمام بيت الله الحرام وقد دمعت عينك واستشعرت، بل ذكرت ما كان في هذا النسك العظيم من رحلة ومبيت وذكر وطواف وسعي ورمي، فتقول اللهم اجعل خير عملي آخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اختم هذا الحج بالاستغفار وبتوبة نصوح، كان كما تعلم الشريعة الإسلامية كانت تدفعنا دفعا إلى هذا، إن الإنسان إذا هدي إلى طاعة معينة لا يدخل عليه الشيطان من باب العجب بعمله، وينسى أن هذا فضل الله عليه وأن هذا من توفيق الله له. لهذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كان ثوبان رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يعني من صلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. لما يستغفر الله وهو في صلاة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يتذكر أن هذا من توفيق الله له، ولأن الإنسان يدرك أنه مهما عمل فعمله يعتريه ما يعتريه من النقص، وأيضا يدفع عن نفسه العجب والحول والقوة أن ينسبها لنفسه، أبدا كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الحاج يستغفر الله عز وجل ويسأل الله القبول. وأذكرك كذلك بأمر خطير جدا، ألا وهو حسن الظن، أحسن الظن بالله. لا يدخل الشيطان على الإنسان في آخر أيام الحج وساعاته ويقول زعما رفعته قبلته صار منها لا لا، والله نحسن الظن بالله ونرى أن كرمه أوسع ورحمته أوسع سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن حج وظن أن حجه مقبول بإذن الله وأحسن ظن بالله وأن الله تجاوز عن تقصيره وما حصل منه وعفى، فهو إن شاء الله سيجد هذا أمامه. ومن ظن بالله خيرا أفلح وأنجح. ثم إن الإنسان ينبغي عليه أن يكون في ذلك الوقت مستشعرا أنه مطالب بالعودة والانكسار والافتقار، ويسأل الله الثبات حتى الممات. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ما كنت فيه من خير عظيم من ذكر وثناء ودعاء واستغفار والتجاء واتصال بك يا رب، اجعلني بعد الحج كما كنت في الحج وخيرا من ذلك. وقل بقول القائل حين قال في عالي قبيح وظني حسن وربي غفور كثير المنن، ركبت المعاصي وشيبي معي فوالله يا نفس ماذا حسن، فقوم الدياجي له وارغبي وقولي له يا عظيم المنن، وقولي له يا عظيم الرجاء إذا أنت لم تعف عني فمن. عفى الله عني وعنك، يسر الله أمري وأمرك، وتقبل الله حجك، والحمد لله رب العالمين.